مشاهدينا الكرام متتبعي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا بكم. يعني معنا في هذا البث المباشر هذا الرجل الطاعن في السن اللي للاخوه ديالو خوته اللي من لحمه ودمه سمحوا فيه وداو ليه رزقه وداو ليه الورد ديالو وخلاوه صفر الدرهم. هذا الرجل اللي الان تيعاني معاناه في الصمت، ساكن في سلا كاري وكريه ديال العذاب، تيتعذب وتيعاني وتيقول يا محسنين ارشدوني شنو غندير باش رد رزقي. عمي شنو المشكل ديالك؟ المشكل ديالي هو الحقره ديال هاد خوتي مع هذاك المشتري، طابقوا عليا ولاو تيقلعوا عليا فلوسي. خوتي داروا معايا الضد، حيت قالك علاش ما بغيتيش تبيع لينا، ولاو تيخطفوا لي من عند هذاك فلوسي، تيخطفهم لي وتيقول لي ما تعطيش، راه ما عندوش حق كاع يورث معانا، هو راه كان مربي هو وكان وما خاصوش يورث معانا، مالو كان مولف هو على الورد معول عليه. ايوا بقى تياكل فيا هو وتياكلوا فيا هما وتيتبعوني هما. درت شكايه تيتبعوها يحيدوها، درت اللي درتها درت كاع بقى القاضي، درت بقى القاضي كاع شكايه عاديه وتبعوها حتى هي وحيدوها لي شكايه كاع اللي ما خاصهاش طيب. يعني الخوت كي دايرين زعما؟ قباحين بزاف، طماعه هالكم. باش تعيش عمي باش؟ باش تعيش انا بك التقاعد وعندي فيه، راه كنت مريض انا 7 سنين ورمت النوت برجليا، راه عندي كانت عندي كروسه باش تنتحرك عادي يدفعوا بيا، وخسرت بزاف فلوس لا اللي كان عندي ولا اللي جدت ولا وزدت الكريديات، والله ما عندي باش نعيش بالله. ما عندكش باش تعيش؟ ما عنديش باش نعيش كاع. دابا راه قال عليا وما كلش، دابا مع هذاك الاخر اللي غادي نشدها راه كريديات من 2017 من اللي مرت، بقيت نشري بالدوايات ورجليا صعبت بهم، وتنقول هنا النوض هنا النوض. وكيفاش حتى نكرو؟ قال مي كان ما عندوش الاولاد ورباني وكثر كاع خال مو. اه هما ملي وقع اللي وقع وشديت التقاعد ومشينا لهذاك الورد لقيتهم واقفين عليه باغيني يحيدوه، تيحيدوه ليا صافي، قال لك بيعيه لينا خليه لنا فابور كاع، ولا نعطوك مليون في مليون في الخدام ولا شي حاجه بحال هكا، شي ثمن اللي ما كاينش. مي تنقول لي راه ماشي ثمن، تيقول لك واش بغيتي انت، ما كنتي معول على هادشي. ملي جاي يشري مني الراجل الاخر قالوا لي نفس المشكل، وقال لي ما تعطيش فلوس، راه قال عليا الفلوس والاخر ما بقاش كمل لي حتى شي حاجه كاع، راه عندي عندي كلشي اللي باقي تنسالو راه مقيد، راه دايرو في الشكايات، راه داير جوج شكايات دابا، وحده راه مدفوعه راه وصلت، هي اللي قلت لك كانت فيها طالبن فيها هذيك الورقه هذيك الالتزام باش يديو شي حاجه، والاخرى باقا ما واصلاش. سولت عليها فاش رجع انا عاد تمشي حتى للدراجه. للدراجه ولا خوتي لا هذاك ولد الحرام اللي شريت من اللي شرى مني. دابا وليتي من ريال لجوج؟ ما ريال لجوج، راه ما عنديش حتى شي ريال كاع، خلاوني هكاك. كنتي برزقك وليتي؟ كنت برزقي حتى ما بقى عندي والو، جا المرض وتبعوني هما مور المرض، كملوا لي اللي بخاص. هاي المرض راه خسرت فيه شي 6 مليون ولا 7، لان كانوا رجليا تيدوزوا بالدم وما تنقدرش نوقف عليهم. خوتي هادو وخدمت انا 31 عام ديال السيرفيس في الجنوب، وعندي الوسام الملكي من الدرجه الممتازه من عند الملك محمد السادس. ايوا وخدمت تعيت، وعلى التالي خرجت بحال اللي خرجت انا بحال اللي شي صاروا ليا هما اللي بغا. هادو خوتي؟ خوتي راه كانوا دابا تيقلعوا ليا، دابا ملي كلاوني ولا يقول لي راه ما يصيب باش يجي بن سليمان، واخا يبغى يدير شكايه ولا يقيد دعوه ما عندوش باش يمشي. هادشي دابا اللي ولاو استغلوهم، هادي هالطريقه استغلوا للدرجه. ما حنوش؟ لا والو ما حنوش، باقا دابا تيتهدوا لهم على عيالات. هما غادي يحنوا كل ما يمشوش على الدار في العروبيه ديال الوالدين وخواوني منا، حيدوا لي منا حوايج. قالك ما تجلسش فيها؟ قالك ما تجلسش فيها. واش قلتي لهم انتيا؟ ايوا دابا راه دايره حتى هي بالشكايه، هما ما جبدوهاش، هاد الشكايه اللي واصله دابا اللي واصله دابا. شحال من شكايه دايره؟ درت شي
سبعة، وحدة عاد جدرمية هي الأولى، دخلوها للحبس، دخلوها ليا للحبس، والأخرين عاد البوليس جوج بالمرات للحبس، تيحبسوهم ليا ما تيبقاوش ما تيبقاوش شكايات، تيوليو تنازل على الخاطر، حيت تيقول بحال اللي ما عندكش الجهد باش غادي تزيد. تيقول لك بحال هكا. إوا راه هي هذيك ملي تيحيدوا لك الشكاية ما تبقاش متبوع تدخل لك المحكمة وتنعس، أشنو هي هذيك؟ ودابا راه بغاو يحيدوا لي حتى هادو الجوجات اللي باقيين بغاو يحيدوهم لي دابا. علاش؟ الناس قالوا لي سير حيت دابا ما بقى عندك كي دير حتى شي حاجة. دخلت شكاية قلعوها درتي كاع دعوة. درتي محامي؟ ها درت محامي وحيدوا المحامي، المحامي عطاه لي القاضي كاع عطاه لي في الدعوه فابور، حيدوا لي المحامي هما، ما عرفت كيفاش دخلوا مع هذاك النائب النقيب وحيد لي المحامي، قال لي ما بقاش عندك. ما كانش شي عداوه ما بينك وما بين خوتك في السابق؟ ما كاين حتى شي عداوه، غير عداوه الكره وصافي، والطمع ديالهم هما كثير، تيبغوا الفلوس فوق القانون، تيبغيو فلوس هما، تيبغيو كاع فلوس الناس تكون عندهم. داو لك رزقك كامل؟ كامل داو لي دابا، تبعوني انا وهذاك اللي كنت باغي نبيع ليه، تدا لي رزقي بالعاني، تنبيع الحاجه بجوج المليون تيكتب هو 13 مليون، ملي تنبيعها بخمسة المليون تيدير لها 20 مليون، وزيد حتى العدولة حتى هما تيديروا مع هاد الناس برا كل شيء بالشكاية، هاد الشكاية الأخرى، درت فيها كل شيء داك الشيء. اللي دايز كاع من الاول حتى الاخر كاع دخلت كلشي، دخلت كاع داكشي اللي طاري ليا معاهم وتمارا اللي تمرون. شنو تقول لخوتك اللي شافوا الفيديو؟ نقول لهم ردوا لي رزقي وعلاش كلاوني، وعلاش كلاوني على 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 انت خوهم واحد ما عرفت ما بحالك واك جاتهم هما، خاصك قال لك انت ما كبرش معنا، خاصك تخلي لنا داكشي رخيص ولا عادي ما تدي والو دابا، دابا بحال اللي تينتقموا مني ما غندي والو. كانوا كيفلحوا مع باك؟ كانوا ما كانوا تيفلحوا ما والو، كان تيقرا وكان تيخسر عليهم هو الفلوس، ما كان حتى شي واحد اللي تيفلح. كانوا يعاونوا باك باش داروا داك الفلوس؟ لا ما كان تيعاونوا ما والو هما. دابا نكروك صافي؟ صافي نكروني دابا نيشان، وتحاماو حتى من الدار حبسوني على كنت تنمشي لاباس تنمشي لبن سليمان تنمشي للدار، قلعوا جات هو هذاك اللي ساكن تما وقال عليا السوارت هو ومرته وعاد خو الاخر. تجي وراه درتها بالشكايه دابا هاد العاليه اللي بالغرا اللي تتقرا دابا في بسليمان، وما نعرف واش وصلوا لها ولا ما نعرف لها، ما نعرف ما جبدوهاش. بقى فيك الحال؟ اه ما جبدوهاش دابا، يلاه مشاو لدوك الفلوس اللي هما تنسالهم انا المشتري، وهو بقى عنده ما بقاش بغا يعطيهم ليا، بغا يدير ليا التزام باش ياكلني، باش ياكلني بالنصب، باش يقول لي راك شديتيهم. عافيك الحال؟ ايوا بزاف فوق القياس، راه مرضوني انايا وانا مريض وكملوا عليا كاع، وليت كاع ما تنعس بها الليلات، اللي نعست واحد الليله الغد اللي تلبس سهران نخمم. وليت قهروني بحال اللي ضحكوا عليا، وبحال اللي جاوا بحال اللي تحاموا عليا هما باش قضاو عليا انا. تحاموا عليك كامل؟ لا واحد حتى واحد هما متفقين. انت داير فيهم الخير؟ درت فيهم الخير تعييت. شنو درتي لهم؟ وراه كنت ملي كان تيقرا وكاع اللي خصني شي حاجه ديرت لي حتى السهرة وتنصيبط له داك الشيء اللي قسم الله. وكاك وكاك ما بقاوش عارفوني كاع، ما بقاوش عارفوني. اه ما بقاوش عارفوني ابدا. بقى فيك الحال؟ فوق القياس كاع بزاف. شنو تقول لهم؟ شنو تقول لهم؟ يردوا لي رزقي وي 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 راهم كلشي داو الدولية رزقي مع ذاك اللي شرا مني، هو كان تيعطيهم، تيقول لي تندير شي دعوة تيقولوا لي حنا غنحيدوها لك. أنت شريتي وتباعيتي مع ذاك السي صافي؟ تباعيت ما ولكن بقى تياكلني وتيكتب، تيكتب عند العدولة تيكتب اللي بغا. كاين الحاجة اللي عاطيني فيها مليون هي فيها خمسة ولا سبعة، كاين بحال هكا راه كلشي كاتبه في الشكاية، الشكاية رانا موضع فيها دابا، راه موضع. اللي كاتب انا يقراوه هذيك الحكايات ديالي، يقراوه ما يعرفوش فيهم، ماشي تصنتوا لهم هما بالكذوب ويزيدوهم على الطريق، هما ما بقاوش يرحموني كاع، وراه انا ما عنديش، وراه كيما قالوا هما راه كنت ستار، عيب لو تركب بالكيما راه نبقى نمشي ديما. شنو تيقولوا هما؟ شنو تيقولوا؟
كرب كان معهم، انت عندي حتى شي علاقه معاهم كاع. صافي حبسوا عليا هما العاد.